السلام عليكم ورحمه الله. اذا هذه اشغال ديال ترميم ديال الملعب والتهيئ ديالو من اجل استضافه هذا الحدث الكروي يعني الهام، تكريم قدماء لاعبي جماعه دار طول زيدوح وايضا حد بوموسى، ايضا تكريم لاعبي المنتخب الوطني. اذا احنا الان في اطار استعداد وتهيئ الفضاء والترميم ديالو، يعني كنحيدوا كاع الازبال وكاع يعني الاطربه اللي هي ما صالحاش، باش يكون ان شاء الله تعالى التيران الملعب والفضاء يكون يعني مهيئ لاستضافه لهذا الحدث هذا الهام. ويعني غيجي بعد سميتو الترميم غيبدا يكون ان شاء الله الرشان بالسيتيرنات باش يكون ما يكونش الارض مغبره. اذا مرحبا بكم في ولاد النفاوي، ومباشره التراكس خدامه هي والكاميو ديال الجماعه. اذا مرحبا بالجميع، فمن الصباح وحنا خدامين مازالين كنشقاو، مرحبا بكم وشكرا.